مزيج فني متميز ما بين الاجتماعي والتاريخي وكمان الكوميدي، ايقاع سريع جذب الجمهور خلال الاسبوع الاول من موسم رمضان الاضخم على القنوات المصريه والعربيه والمنصات الالكترونيه كمان. خلينا نتكلم عن الاسبوع الاول لدراما الشركه المتحده في رمضان، ازاي قدرنا نعمل نوع من انواع التنوع، نقدم وجبات مختلفه للاسره المصريه، نقدم أكشن، نقدم تاريخي، نقدم كوميدي، نقدم اجتماعي، نقدم أعمال للأسرة المصرية، نقدم أعمال للأطفال وكنا مفتقدينها جدا. بصحبتنا الصحفية في جريدة الدستور أماني علي هتكلمنا عن كل هذه الأعمال وكل ما قدم تحت بند التنوع. أهلا بك يا أماني ومنورة. أهلا بحضرتك. قولي لنا ماذا يعني قدمت الشركة المتحدة في رمضان، ونقدر نحط خط كده تحت كلمة يعني كيف تناولته في إطار التنوع زي ما ذكرنا للأسرة المصرية من خلال وجبات مختلفة. الشركة المتحدة السنة دي قدمت تنوع ملحوظ جدا من خلال زي ما حضرتك قلت دلوقتي المسلسلات التاريخية والمسلسلات الاجتماعية والكوميدية، وخصوصا كمان مسلسلات الأطفال، يعني كان ليهم برضو حصة كبيرة في ثلاث مسلسلات مختلفين. عندنا التنوع بالنسبة لنا هنلاقي في مسلسل الحشاشين، مسلسل تاريخي انتاجه ضخم جدا كلنا كنا منتظرينه، يعني بمجرد ما البرومو ابتدى يتعرض بتاع المسلسلات على البيج بتاعت المتحدة ابتدى كل واحد فينا يرسم هو هيفكر يتفرج على انهي مسلسل، يعني كنا سامعين اساميهم وابطالهم لكن الصورة الذهنية ما كانتش مكتملة، فبمجرد ما شفنا البرومو ابتدينا كل واحد يحط الخريطة بتاعته مين قبل مين، مين هيفاضل ما بين، بس الحقيقه ان احنا كل عايزين نتفرج عليهم كلهم لان هم متنوعين جدا، وفكره كمان ال 15 حلقه دي كمان فكره هايله جدا، بتريح الفنانين وبتريح المشاهدين وبتريح السيناريست الكاتب انه يختصر الحاجات وبتدي ما يمطش، لعدد اكبر من المؤلفين ان هم كمان يشاركوا. احنا اكتشفنا ان احنا الاول كنا بنقول عندنا مشكله ورق، طب دلوقتي لا احنا فعلا ما عندناش مشكله ورق، احنا كان بس التضخم لان معروف ان شهر رمضان هو اللي بيبقى مزدهر قوي بالاعمال الدراميه، فاللي مش بيشارك في رمضان يعني ما بيشاركش، ولكن في الفتره الاخيره منصه واتشت ظهرت لنا ان لا احنا عندنا اعمال بتشارك بره موسم رمضان وبتنجح جدا. خلينا نتكلم عن ان المنصه مش بس عملت موسم غير الموسم اللي احنا بنقول عليه الموسم السنوي للاعمال الدراميه اللي هو الاساس اللي بيبقى ماشي كل السنه عليه اللي هو رمضان، المنصه عملت عادات مشاهده مختلفه وعملت موسم مختلف، الموسم ان انت عندك مسلسلات بتفرقع بره موسم رمضان وعندك فكره ارساء الحلقات او المسلسلات ال 15 حلقه. ده حقيقي. الاول كنا نستنى المسلسل على بعضه، دلوقتي بنستناه حلقه بحلقه ونستنى الاسبوع اللي بعده علشان نشوف الحلقه والاحداث مكمله والناس ويلنج جدا انها تتفرج وبتبقى حابه. وبتختاري الوقت اللي انت عاوزه تتفرجي فيه، المكان اللي انت عاوزه تتفرجي فيه، الموضوع بقى سهل، بقى في ايدك. فده بقى حاجه ممتعه جدا وكتير مننا محتاجها، ان تحس ان انت عندك المتعه في ان انت تختاري وتقرري انا عايزه اشوف ايه امتى. وبعدين في فرايتي كبيرة جدا بقت موجودة، فنانين بيوحشونا بنلاقيهم، وجوه جديدة بنشوفهم، يعني موضوعات جديدة كمان بنشوفها. طب خلينا نركز أكتر، إيه هي أبرز المسلسلات ال 15 حلقة اللي نقدر نقول إنها هتخلص بدري عشان يمكن إحنا مش عارفين إيه اللي هيخلص بدري مش إيه اللي هيخلص. عندنا مسلسل عتبات البهجة، عندنا مسلسل مسار إجباري، عندنا مسلسل بابا جه، عندنا سر إلهي. دول 15 دول 15ات، في دول اتعرضوا في الجزء الثاني من رمضان، هيتعرض فراوله، هيتعرض جودر، هيتعرض مليحه. فدول يعني عندنا تفاضل ما بين الاثنين. ده بالنسبه للمسلسلات ال 15 حلقه. بس فعندنا ايه تاني؟ عندنا مسلسلات عادات عند النجوم، يعني نجم يحيى الفخراني راجع ب 15 حلقه بورق مختلف، يعني احنا بنتكلم في ان بقى في كل الناس عندها الحماسه انها تجرب حاجه جديده، تجرب حاجه مختلفه وما تقلقش على نفسها. حجم يعني نجم بحجم يحيى الفخراني طبعا مع حفظ الالقاب ان هو ينزل ب 15 حلقه بس ويبقى ثابت ان هو ال 15 حلقه مش مهم ان احنا نمط، بس المهم ان احنا نعمل حاجه حلوه ومختلفه. بالظبط، هو بيقدم محتوى جديد. مبدئيا مسلسل عتبات البهجه هو المسلسل اللي بيقدم او يعني ل 7.5 مليون مشاهد مصري
من ضعف السمع والصم المسلسل بلغة الإشارة. فدي لمحة جميلة جدا. الحاجة الثانية ان هو بيقدم محتوى ان هو بلوجر، المحتوى بتاعه مسمى تحت عتبات البهجة. هو جد بيعيش بين جيلين، مشاكل الجيل والأحفاد، وبيحاول ان هو يوفر لهم حياة كريمة. فبنشوفه في شكل جديد، شخص في السن ده كبير ومرهق ان هو بيعمل هنا وهنا وهنا، بعد ما بيشوف مشاكل أحفاده بيروح يشوف مشاكل أبناء تانيين اللي بيلاقي فيها برضه تشابه من مشاكله مع أحفاده. فيحيى الفخراني شخصية جميلة جدا، كمان التعاون بتاعه مع المخرج مجدي أبو عميرة. صحيح. فهم ده ثالث مسلسل ليهم مع بعض بعد يتربى في عزه وجحا المصري. فهم في حالة من التناغم ما بينهم. احنا بنشوفها في الآخر على الشاشة، يعني بتكون لصالح المشاهد. المسلسلات الأسرة المصرية كلها تتفرج عليها كنا مفتقدينها جدا. يعني بتتكلمي في إمبراطورية مين، كامل العدد بلس، حتى مسار إجباري ممكن أقوله، ودي حاجات إحنا كنا مفتقدين، إن الأب يقعد مع أولاده اللي هم في سن المراهقة أو ما قبلها ويقول لهم شايفين السلوك ده حلو، شايفين السلوك ده وحش. رأيك إيه وتقييمك إيه للثلاث مسلسلات؟ بداية مسلسل كامل العدد، مسلسل كامل العدد عمل لمحة إنسانية ولمحة وفاء حلوة قوي في بداية الحلقات لما جاب مشاهد للراحل مصطفى درويش رحمة الله عليه، والفنان شريف سلامة راح قدام قبره وتأثر جدا وبكى، وكمان الفنانة دينا الشربيني سموا بعد كده ابن من أولادهم عمر على اسمه في الشخصية بتاعت المسلسل. المسلسل الثاني إمبراطورية ميم بيجسد معاناة الأب، لأن هي الرواية الأصلية مكتوبة الكاتب إحسان عبد القدوس كاتبها للرجل، للأب مش للأم، الفيلم اتعمل للأم. فهنجرب بقى المرة دي الأب هياخد حقه شوية في الدراما. أوكي. خالد النبوي عمل السنة اللي فاتت مسلسل الإمام الشافعي، فالناس كلها بتقول هو إزاي اتنقل من حالة زي دي لحالة زي دي. هو خالد النبوي معروف عنه التنوع، وانا بشوف ان المسلسلين فيهم عامل مشترك اللي هو الاجتهاد. هنا كان بيجتهد علشان يوصل فكره ومعلومه، في رسائل اجتماعيه بقى نقدر نقول انها وصلت للاسره المصريه او لل في طبعا اي عمل اجتماعي بيجي من الدراما، الدراما بتنقل الواقع للشاشه، ولكن الفرق ان الدراما المصريه اللي احنا بنقدمها بتحط لك المشكله بتاعه المجتمع في 15 حلقه او 30 حلقه، فبتديك بدايتها وبتديك نهايتها عكس الواقع، ولكنها بتدي امل للناس ان في امل او في امال العقل ان احنا نفكر بطريقه مختلفه، ان احنا يبقى عندنا مشكلتنا اكيد ليها حل، فده شيء برضو لطيف بيدي امل. المسلسل الثالث مسار إجباري ده مسلسل شبابي انا عاجبني جدا. عندنا احمد داش وعندنا عمر عصام ونادين خان المخرجه، بيقدم وجوه جديده وشفنا فيه بسمه بطريقه مختلفه باطلاله مختلفه، ففي يعني زخم من الثروات اللي عندنا من الفنانين والفنانات، فده حاجه تحسب لنا بصراحه. صحيح. وتحسب للشركه المتحده. طيب لما نيجي نتكلم عن الحشاشين، الاغلب الاعم كان قاعد مستني يشوف ايه المسلسل. المسلسل مش بس ديكور مبهر، ومش بس ازياء خطيره، ومش بس صوره تجنن لمناظر طبيعيه. المسلسل خلى الناس تبتدي تشوف وتدور ايه الحكايه، فكره ان احنا ندور ونفهم علشان نبقى متابعين وقادرين نعرف. هو ده بقى بجد القوه الناعمه، وهو ده بجد ان انت تخاطبي ثقافة الشعوب. الكاتب عبد الرحيم كمال أخذنا في رحلة للعصر الحادي عشر وقال لنا تعالوا اتفرجوا وشوفوا كان بيحصل إيه. فإحنا طبعا يعني الكاتب عبد الرحيم كمال من الكتاب اللي إحنا بنعيش معاهم الورق بتاعه بروحنا وبعقلنا. آخر أعماله كان جزيرة غمام، قبلها القاهرة كابل، قبلها نجيب زاهي زركش ليحيى الفخراني. طبعا السنة دي في مسلسل الحشاشين هو كان عايز يقول لنا زي ما حضرتك قلتي البحث، اعمال العقل، مفيش مسلمات، في مصطلحات بتبقى موجودة في المسلسل الناس مش فاهمة دي يعني ايه، فبتشغل محركات البحث وعايزة تدور وتعرف ده ايه. فئات عمرية كبيرة جدا هتستفيد من ده، الابهار البصري والتكوين بتاع الصورة ده رائع جدا، التفاصيل اللي ورا الكلام ده
يعني القصور اللي موجوده وتفاصيلها، الاسواق، ما هو في حاجات معينه كانت موجوده في العصر ده، انواع فاكهه معينه، انواع خضار معين، معمار معين، ففي تفاصيل وعمليه بحث كبيره جدا جدا القائمين على المسلسل اخذوا بالهم منها. طريقه اللبس زي ما حضرتك قلتي، مهندسين الصوت لما بيجوا يركبوا المايكات علشان في اللبس معين بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا، ان في نفس الوقت احنا عايزين المايك ينقل الصوت بشكل سليم وفي نفس الوقت ما يبانش، وفي نفس الوقت اللبس مرهق، ان الفنان يلبس حاجه جديده عليه ويبقى مطلوب منه انه يبقى حافظ النص ويبقى محافظ على الاداء طول الفتره دي، الحروب اللي موجوده، الادوات كمان. في حاجه مهمه قوي، كل ما الصوره بتاعه العمل بيكون فيها اكتر من شخص بيبقى صعب السيطره عليها، بيبقى في تدريبات كتير جدا 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 لازم بتتم، تحريك المجاميع اللي شفناها وتحريك الجيوش حاجه رهيبه. بالظبط، انك ترسمي ان كل يبقى فيه ده في نفس الميزانسي بتاع الحركه، ده شيء يعني يعني مرهق مرهق، وشفنا نتيجته، احنا استمتعنا، وده يدينا بقى ايه، ان احنا بقى طمعانين من الشركه المتحده ان هي تدينا كل سنه حاجة وجبه زي حاجه كده ظريفه جدا، لان احنا نستاهل ونقدر. ناس كتير تسال احنا صورنا فين، يعني المعلومات اللي موجوده على جوجل احنا صورنا في لبنان في المغرب، بس المدينه اللي صوروا فيها فين، اللي هي اصفهان، قلعه ألموت جابوها ازاي، الطرق الجبليه اتعملت فين، التفاصيل اللي اتعملت ازاي، صلحلنا المعلومات، احنا مصورين هنا مش كده ولا ايه؟ احنا في حاجات اتصورت بره وفي حاجات اتصورت كتير جدا في مدينه الانتاج. فيعني احنا عندنا اماكن لو قدرنا ان احنا نستغلها هنطلع حاجات هايله جدا هتعيش عمر كبير قوي. عندنا تفاصيل عن الانتاج والديكورات اتعملت فين، اتصورت فين، الحاجات تفاصيل العمل، يعني مدينه اصفهان زي ما قلت لك كده، قلعه ألموت، الحاجات اللي هي اتعملت دي، اكيد كان في تفاصيل كتير عن القصه دي. في طبعا تفاصيل كتير جدا، وده بيبقى مسؤول عنها المسؤولين عن الاماكن اللي هم بيختاروها من المنتجين، سوري مش المنتجين، اللي هم فريق البحث، فريق الانتاج نفسه، ان هم يختاروا الاماكن المناسبه للكاتب، وهو بيحدد الاماكن بالاتفاق مع المخرج بيشوف الاماكن دي فين. طيب مسلسل صدفه ده اللقاء الثالث لريهام حجاج مع المخرج سامح عبد العزيز، ويمكن الرابع، هما الاثنين بقوا يعرفوا يعملوا شغل هايل مع بعض. هو فعلا اللقاء الثالث مع المخرج سامح عبد العزيز، واللقاء الرابع مع المؤلف أيمن سلامة. النهاردة أنا بشوف ريهام حجاج في صدفة بيعتمد على كوميديا الموقف، وده من أمتع أنواع الكوميديا، أن أنت طول ما أنت شايفاها أنت مبتسمة، اتغيرت جدا نفس اللبس بتاعها ممكن بحلقتين وثلاثة، خرجت بقى من عباءة البراندز واللبس على مود، خرجت من كل حاجة يعني أنا بشوف، وكمان الحلقات فيها زخم من الاحداث، وخصوصا الاحداث اللي دايما بتوديها بتنتهي بها للاسم، ودايما بتساعد الاخرين، الطلبه اللي عندها في عندهم في المدرسه، فهي يعني مدرسه بتساعد جدا الطلبه، وفي نفس الوقت بتاخد على دماغها منهم وما بتحرمش وبتروح تاني بشكل كوميدي، بيتقدم جميل جدا. فانا شايفه ان ريهام حجاج السنه دي بالتعاون طبعا مع المخرج الجميل سامح عبد العزيز والمؤلف ايمن سلامه عملوا حاجه جديده من مصلحه المشاهد ان هو يشوفها، وان بقى لها قاعده اكبر في الجمهور. الدراما الشعبيه او يعني ما يعرف بدراما الشارع او دراما الحاره، المسلسلات اللي احنا اكتر من 100 مليون وناس كتير جدا في بره مصر وصعيدها ورفها بتحب النوع ده من الدراما، بكلمك في المعلم، بكلمك في بيت الرفاعي، بكلمك في حق عرب طبعا احمد العوضي، عملنا ايه ونقدر نسمع تقييمك ازاي ليهم الاعمال الثلاثة؟ الاعمال الشعبية انا بشوف ان البطل بتاعها هو بيكون بطل بيحاول ان هو يحافظ على مكانته، بيحاول ان هو يدافع عن نفسه، بيحاول ان هو يحافظ عن حبه، عن بيته، عن أسرته، ودايما بيبقى في صراع مع الآخر، لأنه هو بيبقى زي ما بيقولوا دمه حر، فبيكون عايز يعني مثلا مسلسل حق عرب موجود بيتمثل أو يعني بيتكلم عن منطقة الغورية، ودي منطقة مصرية يعني معروفة جدا وأصيلة جدا، فالعادات والتقاليد بتاعتها فيها حزم وفيها شدة وفيها شوية حاجات دايما بنحب إن احنا نتفرج عليها.
عندنا مسلسل المعلم بيتكلم عن صراع برضو ان هو بيحاول يجيب حق والده اللي اتسجن وعمه، وبيتكلم في منطقة السويس. عندنا المسلسل بتاع محارب حسن الرداد، حسن بيحاول ان هو في المسلسل برضو يكون يعني يلاقي طريق لنفسه ان هو يشتغل وسط القاهرة بعد ما رجع من البلد للقاهرة، مامته بتتوفى في حادث، فبيبقى في صراع ما بين اللي خبط مامته بالعربية، فكل واحد فيهم بيحاول ان هو يكون نفسه. بيت رفاعي. بيت الرفاعي مسلسل يعني برضو فيه جزء من تجسيد معاناة الأب اللي كان برضو بيحافظ على بنته وبياخدها معاه، وان هو مش بيحب الفلوس الحرام وعايز يربي بنته بفلوس حلال، لكن الابهات متدلعين في الموسم ده شويه. الابهات لهم تواجد مع ان شهر مارس ده بتاع الامهات، لكن هم موجودين السنه دي بشكل واخدين حقهم وزياده. ده حقيقي، ده حقيقي، وهم حقهم احنا طول السنه ان شاء الله. طيب ماشي. وهم طيب خلاص. ده حاجه ظريفه عشان برضو ما يقعدوش يقولوا ان احنا واخدين كل حاجه. ما يقولوا مش مجراش حاجه. طيب الوجوه الجديده كمان موجوده جدا، وموجوده بشده، وموجوده ثابته نفسها من اول مره تطلع، دي حاجه هايله. عندنا في الوجوه الجديده احمد عبد الوهاب بيشارك في الحشاشين، وكان ليه عمل السنه اللي فاتت في مسلسل الف حمد لله على السلام. على فكره كمان احمد مؤلف هايل جدا، وعمل اعمال ليها طابع كوميدي كبير قوي. عندنا كمان محمود عمرو ياسين او الجونيور، ده موجود كمان معانا في مسلسل محارب. عندنا كمان في بسنت ابو باشا موجوده في مسلسل عتبات البهجه من الوجوه الجديده. وفي كمان عندنا عماد صفوت نقدر نقول ان هو من الوجوه الجديده، بس عمل كذا حاجه قبل كده ولكن بيطور نفسه. اوكي. عندنا كذا حد، عندنا في ناس موجودين معانا من سوريا. فنيكولا معوض موجود معانا في الحشاشين. ايوه صحيح. خالد شباط موجود معانا في عتبات البهجه. معانا بنوته تانية، مريم تقريبا في مسلسل بتاع صبا مبارك، لحظه صيد العارب. لا مش صيد العقارب، لحظه غضب. لحظه غضب. ايوه. ففي عندنا تنوع مختلف جدا. عايزين بقى نتكلم على ثلاث مسلسلات بتوع الكرتون. عندنا مسلسل نوره، وعندنا مسلسل يحيى وكنوز، وسر المسجد. انا بشوف ان الثلاث مسلسلات دول ادوني الطابع الديني والطابع التاريخي والطابع الاجتماعي، بس بالشكل او بالطريقه الحديثه اللي تخلي اولادنا يتفرجوا عليها، وثري جدا. وفي مواقف مثلا نوره في المدرسه والمواقف اللي بتتعرض لها، المدرسه دي جزء مصغر من المجتمع، ازاي بتعيش وازاي بتناقش وازاي بتواجه، فده جانب جميل جدا. يحيى وكنوز بيعرفنا على تاريخ مصر وتاريخ بلدنا بطريقه مبسطه وسهله وسلسه. عندنا سر المسجد برضو بياخدنا في رحله، وبياخد الطفل في رحله، ازاي يتعلم الدين بتاعه، ازاي يصلي، ازاي يتوضى، المساجد، فالتوليفه بتاعتهم هايله جدا، احنا ككبار بنحب نتفرج عليها. الكوميديا، اعتقد الكوميديا السنه دي جرعه مختلفه. الكبير في نسخته منى قدر ان هو يعني يتحرر من بعض القيود اللي كانت عنده في الاجزاء السابقه، والفنان اكرم حسني في بابا جه قدر ايضا يقدم زي ما يقولوا كده ايه شكل مختلف او فكره مختلفه لمفهوم الاب اللي كانت لسه منى بتتكلم عنه. رايك ايه؟ انا بشوف ان اكرم حسني بيقدم دايما اعمال بيختارها كويس قوي، ودايما قلوبنا مفتوحه ليه ولاي عمل هو بيقدمه، خصوصا الاعمال اللي هي الطفل بتاعنا بيحبه، لان معروف ان رمضان هو لمه العيله، فلمه العيله الاطفال بتوعنا موجودين، وطالما المسلسل بيبقى فيه عنصر الطفل فالطفل بيحب يتفرج على الطفل اللي زيه ويسمع نفس الكلمات اللي هو متعود عليها، فهو ده اللي هو قدمه له السنه دي. هو خرج من فكره الدويتوهات والبطولات المقترنه اسمه باسم حد، فبرضه ظاهر اكتر يمكن. هو نفس الفكره، بيقدم موضوع الاب ان هو اب افيلبل لاي حد، اللي هو يعني كل ده علشان يثبت لبنته ان هو اب ليه لازمه، او ان هو اب بيحبها او عايز يشتغل او عايز برضو يثبت حاجه لبنته، فهو برضو هنا اب بيثبت حاجه لبنته.
الكبير قوي، الكبير قوي طبعا يعني شهادتنا فيه مجروحه. هو الموسم الثامن. المسلسل دايما بيبقى فيه طابع كوميدي وممثلين خلاص بقى بمجرد ما بنشوفهم احنا بنضحك. ناس كتير بتقول ان هو قرب قوي للاطفال بفكره الشمامه اللي بدا بيها المسلسل، عمل شعبيه عند جمهور صغير وانتقل من فكره الكوميديا اللي كنا بنشوفها ان هو يقلد اعمال اجنبيه او يحاكي اعمال غربيه لفكره ان هو يخش للطابع المصري. ده تارجت احمد السنه دي، احمد ميكي السنه دي بيتارجت ان هو يبقى عنده كلاينت جديد او جمهور جديد، فهو قرر ان هو جمهوره الجديد يكون الطفل ونجح في ده. فعلشان كده كل ولادنا بيبقوا خلاص مستنيين واحنا مجبرين ان احنا نتماشى مع ذوقهم. اكيد. طيب في بقى حاجات عملت بومينج كده مره واحده، يعني انتصار وحركه انها تعمل من العين دي ومن العين دي، ميمي جمال وهي بتقول الافيهات عن اللبس ومش عارفه ايه، يعني في حاجات ايمان السيد مجرد ما بتظهر في مشهد الناس بتضحك اوتوماتيك من غير ما نسمع هي اصلا بتقول ايه، يعني في كام حد كده كان له ظهور مميز مع كل مره. الظهور المميز لكل فنان هو برضو من حظنا احنا عليهم. و الظهور المميز بتاع الفنانات اللي موجودين او الفنانين احنا بنستناه. في زي ما قلت لحضرتك الكوميديا بتاعه الموقف او كوميديا الافيه البسيط اللي هو يخليكي تضحكي جدا من غير هو ما يضحك او يتحرك. ممكن تكون ملامحه جامده ما بتتحركش بس انت خلاص مش قادره، انت بس بتضحكي لمجرد انك شفتيه. فاحنا متعودين عليهم وبنحبهم فخلاص هم بقى لهم مكانه جوانا، احنا موافقين على اي حاجه انتوا تقدموها لنا. وبعد كده اللي بيحصل ده بيبقى ترند بعد كده على السوشيال ميديا، بيبقى افيهات في كوميكس احنا نفسنا بينا وبين بعض بنستخدمها، وده بعد شويه هنلاقيه بينا وبين بعض في احاديثنا، هنعمل زي اللي هما بيعملوه بالظبط، وده نجاح طبعا للعمل وللشخصيه اللي اتقدمت. صحيح. على اي حال احنا زي ما قلنا كان عندنا تنوع في عدد كبير من الاعمال، كان عندنا التاريخي الحشاشين طبعا ياتي على راس القائمه، كان عندنا الاجتماعي او زي ما بيقولوا دراما الاسره امبراطوريه ميم وكمل عدد، كان عندنا الكوميدي بابا جه والكبير، وكان عندنا ايضا اعمال قدمت للطفل المصري لاول مره بنشوف تنوع، وايضا الدراما الشعبيه. وجبه كامله الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه قدرت ان هي تقدمها للاسره المصريه وللمائده ايضا الرمضانيه في كافه ربوع الوطن العربي. بشكر الصحفيه في جريده الدستور اماني علي، نورتنا وشرفتنا في الاستوديو وحللت معانا كل هذه الاعمال الفنيه، نورتينا اماني. شكرا جزيلا. ميرسي على البانوراما اللي عملتيها لنا كده، رؤيه شامله للمسلسلات، نورتينا. شكرا لوجودك. شكرا. مشاهدينا احنا موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا.